ونختم جولتنا على مختارات من عميدة الري والمقالات بزاوية مناظر للكاتب زهير السراج من صحيفة الجريدة، وجاءت هذه المرة بعنوان طير البقر. يستهل الكاتب زاويته بالقول: الاستثمار الأجنبي أحال الصحراء الجرداء في الولاية الشمالية إلى حقول قمح زاهية يتبختر فيها طائر البقر، وعلى المواطنين الكرام وضع الاستثمار الأجنبي في مكانه الصحيح دون تفريط في حقوقهم المشروعة. ويستمر زهير السراج بالقول: من المؤسف أن يكون صاحب هذا الحديث الشاعري الجميل هو وزير المالية جبريل إبراهيم بعد زيارة إلى مشروع أمطار في الولاية الشمالية بدون أن يسأل نفسه ماذا استفاد المواطن أو الحكومة أو الدولة السودانية من هذا المشروع قبل أن يتغزل فيه. ويكتب هذا الشعر الجميل أيضا، يمضي الكاتب قائلا: لا أدري كيف يفرح شخص عادي دعك من وزير مالية لوضع الأرض السودانية بمساحات ضخمة تبلغ آلاف الأفدنة ولمدة 99 عاما في يد الأجنبي بدون مقابل ليديرها بمزاجه وعلى كيفه. ويواصل السراج بالقول: يتحدث الوزير السعيد عن حقول القمح، بينما الحقيقة المؤلمة أن معظم المساحات المستغلة مخصصة لزراعة البرسيم الذي يستهلك كميات ضخمة من الماء، لذلك وضعت الدول ضوابط صارمة لزراعته وأوقفت أخرى زراعته باستخدام المياه الجوفية منها السعودية ودول الخليج التي اتجهت شركاتها إلى الدول الفقيرة التي يستشري فيها الفساد وانعدام المؤسسية. ويختم زهير السراج بالقول: بالله عليكم، ما الذي كان سيتضرر منه وزير المالية بسؤال المختصين والخبراء وأهل العلم وما أكثرهم في بلادنا عن هذا الاستثمار؟ وماذا استفاد منه السودان وشعب السودان طيلة السنوات الماضية قبل أن يتبختر في الحقول الزاهية ويخرج مزهوا ليطلق التصريحات عن السعادة التي يجدها طير البقر في تلك الحقول وليس الإنسان السوداني أو حتى البقر السوداني؟